رصد منافذ جديدة للتصدير إلى دول الخليج العربي ومنها إلى أسواق جنوب آسيا التي تشهد منحنيات الاستهلاك فيها ارتفاعا ملحوظا، هو ما يحرص عليه المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون من خلال هذه الطبعة من جولف فود 2019، على إبراز أيضا قدرات قطاع الصناعات الغذائية الوطنية بمختلف فروعها وشعبها. حدث جولف فود شارك فيه كل دول العالم، أكثر من 3500 شركة موجودة. الجزائر تشارك ب 34 شركة من أكبر شركات في المواد، في المنتوج الزراعي والمنتوج الغذائي، وهي فرصة للجزائر في هذا الحضور حتى تعطي لمحة وصورة واضحة على التنويع الاقتصادي الذي شهدته الجزائر في نتيجة 20 سنة من العمل في مجال البنية التحتية والتنويع الاقتصادي، خاصة في القطاع الخاص والقطاع العام كذلك. يستهدف المشاركون من خلال هذه الطبعة اتفاقيات شراكة وتبادل المرتقب توقيعها للوصول إلى أكثر من 3.5 مستهلك من مناطق الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا. وعلى هامش التظاهرات تباحث وزير التجارة سعيد جلاب فرص تعزيز التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة مع رئيس مجلس الإدارة لغرفة تجارة وصناعة دبي، كما تباحث أيضا تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي الثنائي مع وزير الاقتصاد للإمارات العربية المتحدة.